الفوائد الكبيرة هي الدعم المادي الكبير اللي عطى فرصة لمجلس الإدارة إلى التخطيط السليم، وانعكست هذه على المعطيات وعلى المخرجات في التفوق الرياضي. حققنا احنا في هذا العام في الدراجات على سبيل المثال بطل المملكة في الدوري، بطل المملكة في الكاس، وأيضا تنس الأرضي بطل المملكة. ألعاب النادي كلها تقريبا في الممتاز، النادي يحوي على 10 ألعاب رياضية، 8 إلى 9 ألعاب رياضية كلها موجودة تنافس في الدوري الدرجة الممتازة. نسبة الزيادة انعكست بعدد يفوق 100، اللي فيها فوق 100%. تضاعفت الفرص الوظيفية تقريبا بنسبة أيضا 100%. الآن النادي بحاجة إلى تقريبا 20 وظيفة ما بين وظائف إدارية وفنية. أثرت الاستراتيجية تأثير كبير على المنافسة بالنسبة لأندية المحافظة وأندية المنطقة، ورفعت مستوى المنافسة إلى حدها الأعلى. يعني من ما عطت استقطاب كبير إلى النش وإلى الرياضيين بكافة المستويات وبكافة الألعاب الرياضية في تطوير ألعاب ووضع ألعاب جديدة داخل الأندية.